أعلم أن معظمكم يعرف أننا على أعتاب النهاية، ولكن بدون وعي وإدراك لما تعنيه هذه الحقيقة أننا في آخر الزمان. عندما تعمقت في قراءة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان، عقلي وجهازي العصبي لم يتحمل هذه الصدمة. معظمنا لا يزال يتعصب لجماعات زائلة أو زعماء فانين أو لقوميات جاهلية أو لأقفاص سايكس بيكو، والبعض منكم سيشاهد هذه الحلقة وينساها بعد دقائق وتأخذه دوامة الحياة ولا يعلم أننا نتكلم في تاريخ أمة ومصيرها. هذه السنوات القليلة الأخيرة التي نعيشها الآن هي السنوات التي يتم فيها توزيع الأحجار على رقعة الشطرنج الأرضية حتى تحين لحظة الحقيقة. عليك أن تكون بصيرا كي تحجز لنفسك موقعا استراتيجيا على مربعة رقعة العالم، وعليك أن تكون ذو فطرة نقية كي تحسن اختيار الفسطاط الذي تريد أن تلعب ضمن فريقه. المواقع على سفينة النجاة محدودة، والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلا إلى القلوب، هذا هو المعيار الوحيد. كثيرا منكم يقول في نفسه أن هناك أحداث كثيرة لم تظهر بعد وتحتاج لسنوات كثيرة جدا. فهناك حرب كنز الفرات، وهناك دخول الرايات السوداء دمشق وفتحها، وهناك زوال الملوك وهلاك العرب والفرس وانتهاء التكنولوجيا وموت ثلثي البشر. هناك أمر ينساه معظم الناس في آخر الزمان، وهو ذلك الشيء المرتقب الذي يسمى بالدخان المبين. هذا الحادث الكوني الكفيل لوحده أن يعيد الأرض إلى العصور الوسطى ويعدل موازين القوى لصالح المسلمين، وستبدو بعد حدوثه جميع الأحداث التالية منطقية وفي مكانها المناسب. قال حذيفة رضي الله عنه: طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم 10 علامات كبرى للساعة: الدخان، الدجال، دابة الأرض، طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى بن مريم، يأجوج ومأجوج، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم يخبرنا أن الدخان لن يأتي فجأة أو بغتة، لأن الله تعالى يأمرنا بترقب حدوث علامة الدخان بالذات دون غيرها من العلامات الكبرى. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. بل إن الله سبحانه وتعالى يعيد التأكيد مرة ثانية على أمر الترقب في آخر آية من سورة الدخان، حيث قال سبحانه تعالى: فارتقب إنهم مرتقبون. إذن بما أنه يطلب منا الترقب مرتين، فهذا يعني أنه لن يأتي دون سابق إنذار، بل ستسبقه إرهاصات وإشارات يفهمها علماء الفضاء والمراصد الفلكية، ويفهمها أيضا المؤمنون وأصحاب البصائر توحي بقرب حدوثه. وهذا من رحمة الله بالمؤمنين وبكل الناس، لأن الدخان هو الإنذار الأخير أو يوم القيامة المصغر قبل البطشة الكبرى. وهذا هو سبب الأمر الإلهي لنا بالترقب، كي نحتاط ونجهز أنفسنا روحانيا ونفسيا وماديا للمرحلة القادمة، كي نخرج بأقل قدر ممكن من الأضرار. الارتقاب يعني أن ننتظر حدوث شيء قريب أو متوقع، ونحاول أن نعرف متى سيحدث تقريبا. فكيف نرتقب؟ شكرا لحسن متابعتكم. إن أعجبتك الحلقة انشرها وادعمنا بلايك. يمكنك متابعة قناة مكتبة الأسرار على مواقع التواصل الاجتماعي أو متابعتي على الفيسبوك الشخصي. جميع الروابط ستجدها أسفل الفيديو.